خلينا ناخد مزيد من التفاصيل مع الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. يعني أستاذ علي طبعا صباح الخير في البداية على حضرتك، ومبروك علينا هذا الإنجاز اللي كل يوم بيزيد، بصراحة حاجة فعلا مشرفة جدا. طبعا صباح الخير يا نوان، صباح الخير يا كريم، وصبح على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. صباح الفل. حاجة محترمة وعدد ميداليات متنوعة حتى هذه اللحظة بنتكلم في دورة ألعاب البحر المتوسط. خلينا ناخد منك كده برضو يعني بعض التفاصيل عن المشاركة المصرية والألعاب المختلفة في هذه البطولة، وهل كان متوقع أصلا هذا العدد من النجاحات ولا لا؟ برضو أستاذ علي اتفضل. طبعا زي ما حضرتك قلتي وقريتي في الاخبار، يمكن فعلا مصر بتشارك في دوره العاب البحر المتوسط طبعا بمدينه وهران في الجزائر. يمكن مصر مشاركه في 19 لعبه ب 184 لاعب ولاعبه، يمكن بس الثلاث العاب اللي مشاركين فيهم هم السباحه وكره القدم والدراجات. شايف ان الجزائر بتحقق في اول ثلاث ايام نتائج كويسه جدا، 15 ميداليه يمكن اربعه ذهب تفضل وستة برون. مصر في المركز الثالث خلف طبعا الجزائر وخلف تركيا. كنت في المركز الثالث في جدول ترتيب ميداليات طبعا بعد اليوم الثالث. شايفين طبعا خمس ذهبيات ريال اشرف في الكاراتيه، ويوسف بدوي في الكاراتيه، وعمر رضا ذهب في المصارعه الحره، وعندنا منتخب تنس الطاوله طبعا ذهب طبعا في الفرق مع مريم السيبي ودينا مشرف وهانا دول طبعا ابطال النادي الاهلي. يعني انا شايف النتائج لحد دلوقتي نتائج كويسه جدا. يمكن امبارح حققنا ثلاث ميداليات طبعا ذهب وفضه وبرونز. انا شايف كمان امبارح في انجاز ما حدش طلب صوته عليه بشكل كافي. يمكن في بطله امبارح يمنى عياد، دي عندها 19 سنه في الملاكمه. الملاكمه النسائيه عمرها في تاريخ مصر ما حققت ميداليه في دوره العاب البحر المتوسط. امبارح يمنى تأهلت لدور نصف النهائي وهتلعب يوم الخميس ان شاء الله. هي دمرت ميداليه لاول مره في تاريخ مصر في الملاكمه النسائيه، وطبعا ده انجاز كبير. خلي مصر تاخد الميداليه رقم 84 في تاريخها في الملاكمه، واول ميداليه في تاريخ الملاكمه النسائيه، وده هيبقى يوم الخميس ان شاء الله، فضمننا ميداليه جديده. عظيم، كل اللي تم انجازه حتى هذه اللحظه الحقيقه حاجه عظيمه ومشرفه. طبعا عايزين نعرف من حضرتك بقى ابرز المنافسات اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي متوقع ان لاعبتنا ولاعباتنا يحصدوا ميداليات فيها. اعتقد يمكن النهارده في الجودو طبعا عندنا بطلنا محمد عبد العال ويسري حسين طبعا نهائي الجودو طبعا مرشحين لميداليات طبعا كبيره. عندنا طبعا بطله العالم سمر حمزه برضه مرشحه في المصارعه الرومانيه لميداليه، هتلعب على الكروسيه هي وشيماء عاطف كمان. فاعتقد ان كمان في التنس الثوره طبعا بطلتنا المعجزه هنا جوده نجمه النادي الاهلي طبعا البطله التاريخيه هتلعب في دور الثمانيه في الفرد التأهيلات بعد ما حققت ذهبيه الفرق. فاعتقد ان هي ممكن تاخد ميداليه النهارده. احمد صالح وعمر عصر برضه عندهم برضه فرصه الميداليه في تنس الطاوله. اعتقد عازم حلب بطل العالم في الرمايه برضه النهارده هيبدا وهيلعب في النهائي التصفيات النهائي، فاعتقد برضه عنده فرصه الميداليه. ففي اكثر من ميداليه النهارده مرشحه مصر تستفيد بيها، ده غير طبعا ان مصر طبعا تاهلت منتخب اليد للدور نصف النهائي، ومنتخب الطايره رجال والسيدات للدور ربع النهائي، فبرضه مصر مرشحه باكثر من ميداليه، غير طبعا الالعاب الاحتفالات في خلال السبعه. يا مسهل الحال. بالظبط. ان شاء الله خير. نشكرك جدا استاذ علي، واكيد تغطيتنا مع حضراتكم مستمره على قناه الاهلي كمان تحديدا عن هذه البطوله.